لنتائج مباراة النهاردة بتاعة أفريقيا نتكلم عنها. عندنا النهاردة كان جامبيا ومالي، النتيجة كانت 1-1، وساحل العاج وسيراليون النتيجة 2-2، وتونس وموريتانيا 4-0، وده أعلى رقم يعني حصل، والجزائر وغينيا الاستوائية في المباراة المفاجأة 1-0 غينيا الاستوائية. وكمان بكرة عندنا الماتش بقى الأخير في المجموعة الأولى، بوركينا فاسو وأثيوبيا والرأس الأخضر والكاميرون. توقعاتكم بقى للمباراة دي أو المباراتين دول، بوركينا فاسو وأثيوبيا والرأس الأخضر والكاميرون، في مفاجآت؟ هو بالنسبة للمباراة الأولى بوركينا وأثيوبيا يعني دايما زي ما قلت لحضرتك في أول الحلقة إن قبل أي لقاء بتروح على الاحصائيات والارقام صحيح. فالاحصائيات والارقام قبل المباراه بوركينا فاسو طبعا ده، لكن بعد المباراه ما بتحصل ايه الله اعلم صحيح. طبعا الكاب دي فيردي او الراس الاخضر والكاميرون اكيد طبعا الموضوع هيبقى للكاميرون، وخصوصا ان هو خلاص ضمن التاهل واظن ضمن التاهل اول كمان صحيح. فمن الممكن يدخل المباراه باريحيه لو هي يعني هيريح بعض اللعيبه لو ولو حابب يعمل حاجه جديده. دي بقى ترتيب المجموعات بالظبط عندنا قبل المباراه الاخيره يعني الكاميرون بوركينا فاسو اظن هما الاثنين دولت اللي هيصعدوا، الكاميرون وبوركينا فاسو اظن المجموعه دي والراس الاخضر عندها حظوظ برضو في يعني موجوده بس يعني يعني الكاميرون مش هيسمح ان بعد ما عمل التورته حد يجي يرشور عليها شويه بقى يعني ممكن يفوز يخسر بس يبقى اول برضو. ما انا قلت لحضرتك ما هي دي التورته باظت يعني انا يعني انا منظم وبسم الله ما شاء الله شغال مباراتين مكسب عملناها احنا في 2019 بوظنا التورته برضه. طيب المجموعه الثانيه غينيا واربع نقاط، السنغال 4 نقاط، ملاوي 3 نقاط، زيمبابوي 0، فبرضه دي غينيا هتقابل زيمبابوي والسنغال هتقابل ملاوي. دي مجموعه شويه ممكن يحصل فيها مفاجاه يعني ممكن مفاجاه على فكره ممكن يحصل فيها يعني لو ملاوي عملتها في اللحظه الاخيره طبعا المنتخبين الاقوياء فيها دخل السنغال ثالث ربنا يستر على قبل السنغال ثالث دي. المجموعه سي عندنا المغرب 6 نقاط منفردا يعني الجابون 4 غانا 1 جزر الامور 0. هي المفاجأة غانا بصراحة وقد يكون بعد مباراة مصر وغانا كاس عالم 2018 مرجعوش. غانا بالظبط غانا في المنحنى المنحنى بينزل لغانا مش عارف هل اللعيبه هل سياسه هو خلاص هناك. المجموعه اللي موجوده كبرت ممكن يعني ما فيش سياسه التبديل يعني والاحلال قدامنا بطوله كمان واللي بعدها بدا يظهر ممكن بالظبط كده، لكن غانا مفاجأة في المجموعه دي بصراحة بس عندها فرصه لو فازت على جزر الأمور ما هتكسب جزر الأمور بس لو المغرب والجابون اتعادلوا المغرب ممكن تفوز على الجابون لو اتعادلوا ما الاثنين صعدوا وهيبقى من التوالت على الاقل بالنسبه للغانا ما هو أربعة اي حد بأربعة يعني احنا المجموعه بتاعتنا بس اللي ما فيهاش اربعات ان شاء الله يعني. بعد كده المجموعه بتاعت مصر نيجيريا 6 نقاط، مصر 3 نقاط، غينيا بيساوي نقطه، السودان نقطه. مصر هتقابل السودان ونيجيريا هتقابل غينيا بيساو، هل ممكن تحصل حاجه ولا لا؟ نيجيريا ومصر هيخلصوا بنتمنى بالنسبه لمصر انه ما يحصلش حاجه يعني واكيد مصر ان شاء الله هتعمل ماتش كويس وهتكسب ان شاء الله. المجموعه الاي ساحل العاج وغينيا الاستوائيه وسيراليون والجزائر لا دي مجموعه الموت دي زي ما بيقولوا يعني 4-2-3-1 خلي بالك النتائج الدرجه 4-2-3 كله ليه كله ممكن كله بالظبط الجزائر ليها الجزائر ليها وسيراليون ليها غينيا ليها وغينيا وساحل العاج لا مجموعه صعبه جدا 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 يعني اي حد هيكسب هيصعد على فكره اي حد هيكسب هيصعد وصحيح يعني ساحل العاج الجزائر هيقابلوا بعض ما انا بقول لحضرتك كسب هيصعد غينيا سيراليون اللي هيكسب هيصعد هيبقى ماتش نار ده الماتشين هيبقوا نار هيبقى على فكره نار من الناحيه الفعليه هيبقى عصبيين جدا بالظبط متوترين جدا اخواتنا بتوع الجزائر انا هقول لحضرتك حاجه وهيبقوا كمان يعني متحفزين ده انا هقول لحضرتك حاجه يعني جايز اقل لهم عصبيه هيبقى غينيا وسيراليون لان اكيد وهم داخلين المجموعه دي كانوا بالظبط كده
فالدنيا يعني لكن اللقاء الناري جدا جدا هيبقى ساحل العاج والجزائر. هيبقى ممكن ماتش في منتهى الصعوبه يعني مهما عملت ممكن تبقى التاني. غينيا ولو فازت شوف بقى هتلاعب مين هناك. غينيا عندها اتنين لو فازت. غينيا عندها اتنين لو غينيا عندها اتنين هيلاعب حد من المجموعه دي. غينيا عندها اتنين لو فازت تبقى خمسه. صح. سيراليون عندها اتنين لو فازت تبقى خمسه. ولو تعادلت ساحل العاج خمسه والجزائر خرجت وتدخل سيراليون. غينيا الجزائر تطلع رابع. تخيل الجزائر وساحل العاج لو تعادلوا وسيراليون كسبت هيطلع سيراليون ساحل العاج غينيا والجزائر نوك اوت بره. اخر مجموعه بقى دي مجموعه برضو طازه قوي. عندك مالي وجامبيا اربعات وتونس ثلاثه وموريتانيا صفر. والتونس هتقابل جامبيا ومالي هتقابل موريتانيا. صعبة برضه. صعبة جدا. صعبة صعبة. صعبة. يعني ممكن تونس تبقى أول وممكن تبقى تاني. طبعا دي صعبة دي. شايفها صعبة برضه يا كابتن إسلام؟ لا هو أنا أظن مالي وموريتانيا الكلام رايح لمالي. طبعا. يبقى دي خلصنا من بقت سبعة. ما الخناقه دلوقتي بين على تونس وجامبيا. تونس وجامبيا مالي هتبقى الاول هتبقى تاني. بس للامانه المنتخب التونسي هو اقل فرقه في شمال افريقيا حاليا واحنا بنتكلم. يعني لما تيجي ترتب ممكن تونس تبقى بعد المغرب وبعد الجزائر وبعد مصر وبعد ممكن لا تبقى فوق ليبيا. لكن فوق تونس لكن تونس الفتره دي لا هي اقل شويه من المنتخبات اللي احنا عرفناها عن تونس.